بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج منشد العراق الموسم الثالث. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، والله يحميكم ويحمي عوائلكم وخليكم بالبيت، وإن شاء الله شدة وتزول بحق محمد وآل محمد. خلينا نرحب أجمل ترحيب باللجنة الحاضرة ويانا، وأبدي بالشيخ القارئ ميثم التمار. الله يحفظك أخي، حياك الله وبياك وأيدك ورعاك. الله يبارك. أسأل الله تبارك وتعالى لنا التوفيق، وتحياتي وتقديري وامتناني واحترامي لإخوتي في لجنة التحكيم الموقرة حفظهم الله تعالى. الله. وأسأل الله إن شاء الله الموفقية لإخواني المشاركين وكذلك كادر هذا البرنامج المبارك. الله يبارك بك. المنشد والملحن المميز علي الدلفي، حياك الله نورت. حياك الله علي، كل عام وانتم بألف خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا ونخدم هاي الناس وهاي الطاقات اللي جايينا من كافة محافظات العراق. إن شاء الله الأمن والأمان على بلادنا، آمين يا رب. يا رب يوفق القائمين على هذا البرنامج وانتم كذلك، آمين يا رب العالمين. الشاعر الأستاذ الكبير سمير حبيب أبو حسين، اللهم ربي يحفظكم ويحمينا من كوفيد 19، العراق والعراقيين والإنسانية جمعاء إن شاء الله. رمضان كريم عليكم. الله يبارك بك أستاذ. نعم أعزائنا المشاهدين، نرحب أجمل ترحيب كذلك بأول مجموعة انضمت لنا خلال هذه الحلقة، بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتسابق أيوب المحمداوي من بغداد. أيوب. عليكم السلام ورحمة الله. الأيوب والد المرحوم ولا جميع الشهداء. رحمة الله تعالى عليه. أحسنت حبيبي، أحسنت. كون عندي ويا الوليد أربع بنات، جان روح ارتاحتي بيوم الممات، جانت أمنيتي ويا ذريتي، جانت أمنيتي ويا ذريتي، أربع بنات أربع بنات. ظلني بلا يسم ذن البنات، ومن يسيلوهن يقولن خادمات. أنا ميت قصد أربعة وهي أمنيات، أنا ميت قصد أربعة وهي أمنيات، زينب حيطنها من أربع جهات. تبكي زينب. أحسنت، أحسنت أيوب حبيبي. وهاي الثالث، الصوت الثالث حبيبي. ممنون، يعني أنا ارتبكت يعني لا أمام نجوم كبار. لا حبيبي، سلم قلبك. إذا إحنا نجوم أنت كوكب. فدوى القلب حبيبي. الله يوفقك. هاي مرة، هاي هسه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية دير بالك. المرحلة الثانية لا رحمة ولا شفقة. شكرا جزيلا. أيوب المحمداوي المتسابق، اللي مثل ما لاحظتوا هذا والده شهيد، اللي أنطى دمه وأغلى غاية الجود، الجود بالنفس. حسن. رحم الله جميع شهدائنا. الآن المتسابق رضا الموسوي من بغداد. هلا بالسيد رضا الموسوي. وعليكم السلام. السلام سيدنا. الله. أهلا سيد رضا. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. رمضان كريم. الله أكرم حبيب. وين بغداد؟ بشارع فلسطين. مرحبا. إن شاء الله قصيدة للشهداء. رحمة الله عليهم. سلام الله عليهم. مو وكيتكم يا الغوالي مسافرين، عايفين وللمقابر رايحين، عودي جتي تشوفكم أحبابكم، قطعة سودة شقروها بابكم، رايحين رايحين. آخ يل كنت ضوي
صدق ما نقعد سوى والله كتلتنا صور ماضيكم يا الجراح تونا بجريح والله لو عدنا يصيح نشيل منا اعمارنا وننطيكم يا الفقيدكم والله حيل الذاني والمثيلكم تفتقد دنيانا كنتم بعز الهوى ويانا عليكم الوادي متوين حزنانا عليكم الوادي متوين حزنانا طيب شوي ريدوا والله ميتنا وينكم يلي جانت على المجالس عنكم الليلة جينا بس جرحنا غيابكم الله يوفقك إن شاء الله أحسن سيد قطعة سودة شكره بابكم أحسن سيدنا الوقتك انتهى من زمان الله يوفقك يا حبيبي رضا الموسوي الله يبارك فيك شكرا لك شكرا هاي الطلة الحلوة الله يسلمك ويؤسفنا لأن ما قدرت تتأهل لكن الملاحظات تستفيد منها أنت بعدك شاب ومرتب جميل خادم الإمام الحسين رائع شيخ ميثم نعم شنو يحتاج رضا الموسوي سيد رضا يحتاج إلى الثقافة الأدائية لا زال في مقتبل العمر صوته بحاجة إلى نضج أكثر نعم. حتى يقدر يؤدي بالشكل الصحيح شكرا جزيلا الله يبارك شكرا لك يا رضا رضا ما قدر يتأهل ويانا للمرحلة الثانية الآن المتسابق كرار العامري من بغداد كرار العامري حياك الله يا كرار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله أكرم رمضان كريم عليك شوية صعد المايك حسن تعال يلا كرار دمعة نزلت من جفين زينب تصيح يا علي وحشة بدونك كربلاء حلو ما نزلت شلون وحسين اقذبي انت مو تندل جني طرق السماء يا علي وحشة بدونك كربلاء زينة يا زينة بس دميع نسوى وخيم مشتعل نار والذعور يفتر على قلوب الزغار ماكو خيمة تخلى من صوت استجار عم زينب عم زينب والبكاء يا علي وحشة بدونك كربلاء زينب يا زينب أحسنت كرار أدائك حلو انت كملت دقيقه عنده غير شيء ادغى زين هو صوته يشبه الملا احمد السعدي تقريبا الخامه مالته ها اكو مقطوعه يمكن دزيتها لل نقدر نسمعها بدي شويه طبقه صوت اعلى اذا امكن وشد نفسك حبيب شد نفسك لا تكتبوني على قبري هذا قبر امي البنين اخذوا دمعة وخطوا بيها هاي تخدم للحسين لا تخلوني شمي خلوا لاطمية ودمي لا تخلوني شمي خلوا لاطمية ودمي لا تكتبوني على قبري هذا قبر امي البني هذا قبر امي البني
بها غاية من نغمض عينا وصيكم وصية خلوا راية لا تخلوني على قبري قطع علي لا تخلوني على قبري قطع علي بلا عباية خاف زينب ترجع تدور علي من السبايا من تجيني تجيب وياها رقية الله يوفقك يا كرار الله يحفظك من انت تأهلت ويانا الله يحفظك اسمع ملاحظة من الأستاذ علي الدلفي كرار شلونك الله يحفظك حبيبي متأثر بأحمد السعدي صح؟ كلش هواي مبين اي وايد القرار عنده كلش حلو يعني سويت حركة نزلت قرار بعد أكثر زين كلش حلوة كانت بس يحتاج لك شوية يعني شد نفسك بعد أكثر بالأداء والله أوقف أمام هاي الوجوه النيرة يعني لا لا حبيبي أنت الخير والبركة أخوانك أكيد انشد نفسك شد نفسك بعد أكثر بالأداء زين وصوتك حلو ممنون منك حبيبي حبيبي نعم شيخ ميثم هكذا نوعية من الأصوات مثل صوت كرار اللي لا تمتلك الطبقات العالية واضح ولكنها تمتلك المرونة في الصوت المرونة لا بأس بها جيدة تحتاج إلى نوعية خاصة من الألحان واختيار الدرجة الصوتية بشكل دقيق حتى تعطي كل ما لديها فإذا هو بحاجة إلى الاختيار الدقيق جدا فإذا عبرت من هذه المرحلة بصوتين أو بثلاث أصوات فأنت في المرحلة الثانية بحاجة إلى أن تكون دقيق أكثر في اختيارك حتى تضمن العبور ممنون حبيب شكرا جزيلا هسه الآن هو تأهل هو تأهل أكيد طبعا تأهل إن شاء الله تأهل هو يانا ممنون للمرحلة الثانية الله يوفقك يا كرار العامري الآن المتسابق محمد جاسم الخزعلي من بغداد حياك الله محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله هلا بحمادة محمد جاسم محمد منين أنت من بغداد؟ من النهروان من النهروان أهلا وسهلا طبعا شيء بشيء يذكر نتمنى الصحة والسلامة للشاعر المبدع والرائع مهند السيد هاشم تحية الصحة والسلامة إن شاء الله صحة وعافية جاي مر بأزمة صحية نتمنى له الصحة والسلامة ومن أهالي النهروان شاعرنا المبدع صحة وعافية يا رب نعم يا حبيبي ويا الهوى احتابش كثر وديت لك ويا الهوى احتابش كثر وديت لك اخ عباس شلي لي دعش والياج عن التأمة بيناتنا اللي يلو دروب واللي الما يتأمة مجبورة احكي لوحدي محتارة سالف في المن الله عباس بس انت تشني تعرف عيون ايش يحجن وش كثر كانت حلوة يا قعداتنا مدرجارة وطاب وجفين بيناتنا مجبور افوك عين على كسر الخاطر ليل 11 ظلمه وضواك مسافر ويا الهوى احتابش كثر وديت لك ويا الهوى احتابش كثر وديت لك احسنت الله يوفقك جاسم ذكرنا بشير شوقي من قراها بشير شوقي القراها لو حمزاوي شو اسمه حمزه ها هم اثنين قراها حبيب هو انت متاثر بيهم ها متاثر بيهم وسمعتها منهم اي اها شوف اي بكل تاكيد هذا دليل على انه هذا البرنامج ها تاثيره في الشارع وكذلك هذا التاثير اللي يصير على الاطفال هذا مغنم كبير واضح مغنم كبير جدا وجائزه كبيره جدا ان الحمد لله نقول فضل من الله تبارك وتعالى الاخوه اصحاب الفكره الاخوه اصحاب القناه كل القائمين من اذا فكره هذا هدف البرنامج وصل اللي يتاثر به الاطفال ويجونا في السنين يتمنون ان يشتركون ويقرؤون اعتقد الفكره للعباس عبد الحسن مو نعم الله يحفظه الله يوفقه الله يوفقه بالفضل
حسنات ان شاء الله. احسنت. كذلك نوجه تحيه واحترام لصاحب هذه القصيده الاساسي. نعم. اللي هو الرادود المبدع اخونا وحبيبنا مسلم الكعبي. الله يحفظه ايضا. هو له تاثير في الاعمار اكيد اكيد طبعا. كل التوفيق لمسلم الكعبي ولك ايضا تاهلت ويانا يا حبيبي. شكرا جزيلا. الان المتسابق امير القزويني من محافظه الديوانيه. امير القزويني حياك الله يا امير. هلا بالسيد. عليكم السلام ورحمه الله سيد امير. اللهم بارك علينا وعليك وعليك حبيب. قدمت لكم قصيده لشهداء سبايكر وبالاخص شهداء حجد الشعب. احسنت. رحمهم الله. احسنت. قصيده تقول: يا الغوالي رحتوا عنا بعيد رحتوا يا الغوالي يا الغوالي من عمت عين الليالي اللي خذتكم يا الغوالي رحتوا الله وياكم بس علي براكم رحتوا الله وياكم بس علي براكم يا الغوالي يا الغوالي اللي يموت القبر احبابه يروحون يما يبكون ويقعدون وينوحون لكن المال قبر وين اهله يرحون لكن المال قبر وين اهله يرحون وين حتى الفاتحة بيادي ريقرون يشكي حالي ناقعته نامشيته يشكي حالي عافية يشكي حالي ناقعته نامشيته يشكي حالي شبان وشم أحلاكم رحتوا الله وياكم شبان ويش محلاكم عافية رحتوا الله وياكم طيب الله أنفاسي يا الغوالي يا الغوالي الله يوفقك بارك الله بارك الله يا أمير تأهلت ويانا بارك الله تأهلت للمرحلة الثانية أستاذ سمير أكو ملاحظة بالشعر والله بعد الأساتذة يعني هم بهم البركة الله يبارك بيك بس لا شعر ما بي بس هو أكو إشارة يعني هو قال سبايكر قصيدة بس أعتقد أشار لها بالبيت الأخير الشعر فقط أه. ما عنده قبر وكذا لا هذا مو أستاذ لأن أنا قلت بالأخص الحج الشعب وشهداء أي بابا أنت قلت بس إحنا على الشعر الشعر ما قايل بس بالبيت الأخير ما دام ما له قبر يعني هو لو بالتفجير ماكو لو بسبايكر وأنا حتى أشكل على مفردة سبايكر ما أحب يقولون سبايكر لا يقول مجزرة تكريت أها سبايكر بالموصل تكريت هم هنان صاد المجزرة أحسنت تاريخ هذا حتى لا ينمسح أستاذ علي الدلفي هذا العمر أنت قد عمرك حبيبي؟ تقريبا 15 سنة 15 سنة العمر كله بيش عمر؟ يعني وجاي طبعًا مشارك طبعاً نشجعهم دافع لنا حبيبي وهذا بس بس سيد خلينا احكي لك اكون وياك واضح بصراحه من علي زور العفو خلينا اكون وياك واضح انه انا ضغطت يعني مررت الموضوع لاجل الفكره اللي انت مختارها اها فكره الشهداء زين يعني انت تمتلك موهبه بس ادائك ما كان 100% الله يسلمك زين فاني مررت للموضوع لفكره الموضوع بس المرحله الثانيه ما اريدك هيك ان شاء الله اريدك بطل انت بطل ان شاء الله حبيبي شكرا جزيلا هلا بسيد امير هلا امير القزويني من الديوانيه تاهل ويانا حبيب. للمرحله الثانيه الان المتسابق احمد القرعاوي من محافظه بغداد الاطفال اتركهم
واضح واضح احسن مره نحج اي خلل واضح لكن احنا لان اطفال اكيد نشجع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قصيده زينب وين الاعزاز الملا باسم الكربلائي. تحياتنا للكبير باسم الكربلائي. تفضل. زينب وين الاعزاز منهم ريت جناز. زينب وين الاعزاز منهم ريت جناز. يا زينب يا زينب وبموتك وحيدة عن أهلك بعيدة. وبموتك وحيدة دقيقة حبيبي عن أهلك دقيقة. الله يسلمك. هاي القصيدة نفسها اللي اشتركت بها؟ لا مو هي. ليش ما قرأت القصيدة اللي اشتركت بها؟ والقصيدة مال اشتركت بها كان شلون التراث؟ لا شلون النعي هيك شيء. نسمع يلا نسمع ما دام الوقت مالتك بدايته حتى لا يضيع عليك الوقت انا وقفته. يلا بقعه يا 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 الحنين اليوم وارد اطلب طلب منك كريم انت وترد جاك يا مولاي. ما ظنك ما ظنك طلع كل شي من قلبي مولاي طلع كل شي من قلبي وبيبقي لي بس حزنك بس حزنك. عيشني لطبك اليوم عليك بداعة جروح ليلك منك يلشنك بيتنا وبس من نجيك ارتاح انا ما شم هوى يا حسين واشتمك واشتمك. احسن احسنت الله يبارك بيك يا احمد القرعاوي. نعتذر ما راح تتاهل ويانا للمرحله الثانيه وانت خامه ان شاء الله مبدع ورائع واتمنى لك كل التوفيق. شيخ ميثم نعم احمد القرعاوي. لا الاداء ابدا ما كان مرضي و صراحة يا أحمد حتى نشجعك مو دن أنبك يعني. نعم 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 أريدك تجد وتجتهد وتسعى لأن أنت عندك طموح أن تكون خادم من خدمة الحسين. فلما نضع أيدينا على الأخطاء حتى تصححهن أدائك غير مرتكز انتقالاتك غير صحيحة. نعم واضح شلون. نتمنى إن شاء الله أن تكون لما تقرأ تكون في المسار اللحني الصحيح تلزم اللحن بشكل صحيح. لا أكيد راح يأخذ هاي النصيحة يأخذ بعض النصيحة إن شاء الله. إن شاء الله نشوفك أحلى منون إن شاء الله. شكرا جزيلا أحمد القرعاوي ما قدر يتأهل ويانا للمرحلة الثانية. الآن المتسابق صلاح المالكي من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا صلاح. الله عز وجل الله عز وجل قوله من السيف حد قال وفرض على العبيد قل هو الله أحد. الله عز وجل قوله من السيف حد قال
العبيد قل هو الله أحد وهمان هذا الذي الله وهمان هذا الذي لو العلي قارعه خلي تذكر وما أدراك ما القارعة وهمان هذا الذي غلطان هذا الذي لمر العلي قارعة خلي تذكر وما أدراك وما أدراك وما أدراك وما أدريك ما القارعة. طيب الله أنفاسك يا حبيبي، طيب الله أنفاسك، واتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله يا صلاح المالكي، لكن جميل. أكو ملاحظات تستفيد منها أكيد. صراحة أنا أتحدث وهذا اللي يفترض به الشيخ، بس راح أخذ مساحة الشيخ. لا بخدمتك يسمح لي. لا ما هذا الموال ما نخلي يعني الشيخ يحكي فيها في خطورة كلها صعبة لأن هذا الموال حتى الكاتبة شاعر متمكن 1000000000% أنا ما أعرفه بس متمكن شلون طلال الشراخ آل طالب الكاظم تحياتنا هذا الرجل يعني حاول يخلي مو حاول بل أكد على ثبتها أنه ربط الشعر مع القرآن مع الآيات القرآن وهذا ما ندر وشعبي شوف الشعب التحويلة أنت بالقراءة من قرأتها برتم واحد يعني قرأتها بطبقة واحدة بانسيابية واحدة ما خليت قراءة القرآن تختلف وقراءة الشعر الشعبي تختلف صح مو صح. ما جزأت لي إياه مثل ما سمعناه من شيخ ميثم ما جزأت لي ما خليت الشعب واحد وهذا قراءة القرآن واحد أكو انتقالة وأكو أكو اختلاف بالعطاء أكو اختلاف باللحن أكو اختلاف بالأداء من ما خليت لي بهذا الموال وكان موال جميل جدا إن شاء الله توفيق لك شيخ ميثم إن شاء الله بل طلب خدمتك نسمعه أريد أسمع المقطع هذا اللي قرأه وبعد أتعلق باختصار أنا بخدمتك على مود نوضح للمشاهد الحركات اللي راح نقول احنا لما اخويا وعزيزي ابو زهراء ملا طلال نعم. كتب هذا الموال لما كنا احنا نلتقي بذاك الوقت ورواديد ونتعلم من عنده هو استاذنا فقال انا كتبت موال شعبي وضمنت الايات القرانيه احنا نعرف تضمين الايات في القصائد الشعريه الفصحى في السيد حيدر الحلي لما القصيدة عبست وجوه القوم والعباس بس بالشعب ماكو اي نعم ضاحك متبسم الى ان يقول لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم هاي والله يقضي ما يشاء ويحكم هاي آية ضمنها بالفصحى فبالشعب كانت الاولى من نوعها فقال انا اريدك تقراها بطريقه بحيث الكلمات الاعتياديه بلحن اعتيادي أما الآيات كنت تقرأها تجويد وتكون مفصولة يعني حتى تكون واضحة فسوينا هذه المحاولة تحتاج شوية إلى صعوبة أقرأ لكم شوية يعني من عدها الله عز وجل الله عز وجل قولا من السيف حاد قالوا فرض على العبيد قل هو الله أحد يصير شوية فاصل جاي تلاحظ الله عز وجل قولا من السياف حاد قال وفرض على العبد
قل هو الله أحد. الموال طويل خو ما نقدر نخلص الحلقة. أكو مفردة يا شيخ ميثم. نعم. مفردة قراها بالقراءات الخمسة بس ما كمل. قراءات السبعة مال القارعة. أي نعم. قراءات السبعة ما كمل. أي نعم. بس هو يستاهل أن يعبر والله أنا. بس دقيقة أبو علي. دايني لو شيخ ميثم يداني صوت. لا أنا صراحة عبره. بس الطريقة. لا عيني لا. بس أخدمك أبو. أنا ما أقبل واحد بالصوت. شوف خلنا أحكي لك شيخنا. هو جازف باختياره. أها. أنا اليوم كعراقي يقولوا لي جيب صوت عراقي يضاهي الوطن العربي زين ونقول مسابقة عربية. نعم. إذا أقول شيخ ميثم التمار عن العراقي يروح يقرأ هذا الشيخ ميثم. لا عفوا. لا حقيقة هاي يقرأ هذا. إحنا من بداية البرنامج لحد الآن كل الأصوات اللي فوزناها لو نعطيهم هذا الموال والزهير يقروه كلهم يغلطون. صح. صراحة. صح. للأمانة. صح. زين اما هو متمكن لكن جازف باختياره مو بهذا الاختيار. اتمنى من الاخوه قرآن. اتمنى من الاخوه نقي إيه لا بس انا احب الشيخ ميثم التمر الله يحفظك اتمنى احبك ليش اراضي ضيعك لو ما هذا الصوت رايح يعني اتمنى ما بصمت بعد لا تحب بعد صار على بصم صار على بصم صار على بصم لا قلت له دايم الصوت ما يقبل هاي منه بس لا 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 انا بصم لك يصير مجامله من قالوا عمي والله احنا صايمين مش حد مش شيخنا جدا ضعيف اداء ضعيف بالاختيار بالاختيار شيخنا اداء ضعيف لكن يعني بغير مكان قراننا هسه ابو ذيه قران ابو ذيه اي شيء غير والله هذا والله ما حافظ ابو ذيه اي شيء غير هذا الموال يعني مقطع غير هش حافظ اي مقطع حتى يقولون اللجنه التحكيميه ما ساعد مقطع نعي يعني يلا يما دليل لو يا الولد يا ابني دليل لو دليل لو يا الولد يا ابني دليل لو احسنت بارك جميل. الله بيك يلا انا هم راح اختار اخذ نصيحه خدم. اكره شيخ ميثم روح الله لا تحبه ضيعك هذا ضيعك لا والله مررنا يعني. مثل صوتك هواي الله يسلمك شكرا جزيلا يا صلاح المالكي تاهلت ويانا ونتمنى منك الافضل بالمرحله الثانيه ان شاء الله الان المتسابق حيدر العتبي من محافظه بغداد اهلا وسهلا حياك الله يا حيدر وعليكم السلام ورحمة الله نسيتك ثواني نزل الورقة شوي خلينا نشوفك خيالك اجاني نسيتك ثواني خيالك اجاني اخذني شاط حبك اريد اعطش وكتبك خيالك اجاني ذكرتك من نسيت وبيني خيالك أثار أنت العزيز الخالي ببالك حاولت أستقر وأسأل على حوالك لقيت النهر قطر بعين شلالك جمالك قصيدة ما ينحز وريده جمالك قصيده ما ينحز وريده نهران على دربك أريد أعطش وكتبك خيالك جاني الله يوفقك يا حيدر العتبي تأهلت ويانا للمرحلة الثانية وفق إن شاء الله نعم استاذ يحتاج للوعة أنت أديت قالب
يعني جبت خام وطيتناها خام. طيتنا القصيده خام. الاخيره الاخيره هي عبرتك هاي الاخيره. شو تقول استاذ علي؟ عندك يعني فد بصمات عرب بها حزن مدخله داخل النص من عندك انت. نعم. كان اول ولو انت مريت بعد. استاذ اللي يشوفكم الله شاهد. الله يسلمك الله يوفقك. شو تقول استاذ علي؟ حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. والله اتمنى بالمرحله القادمه ادائك يتحسن يكون افضل ان شاء الله. اتمنى. أتمنى لك الخير حبيبي. شكرا جزيلا يا حيدر. الله يعافيك. عتبي تأهلت ويانا. أعزائنا المشاهدين الآن خلونا نشوف المجموعة الثانية اللي راح تنضم ويانا خلال هذه الحلقة لكن بعد الفاصل. رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين وجمهورنا الحبيب وخلونا نرحب أجمل ترحيب بالمجموعة الثانية اللي انضمت لنا خلال هذه الحلقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتسابق محمد صادق من بغداد. التقديمة مالتك نص هوسة. محمد صادق من بغداد يشارك هسه يشارك. عليكم السلام حبيبي ابو جاسم. السلام السلام ورحمة الله. محمد قرب على المايك حبيبي. شوية صعدة بعد. والنعم اهلا وسهلا. من بغداد. منين من بغداد؟ احسنت. هاي رصاصية جو اضغط رصاصية. منين؟ من الشعلة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اول متسابق بدون لايتي. منين انت من الشعلة ما شايفك هاني؟ قطاع التاسع. ها اهلا ومرحبا بك. يسمعك شيخ ميثم. نتشرف نتشرف. شيخ ميثم يسمع يقول ما شافك من الشعلة على اساس قاعد بالشعلة. اعرفهم اعرفهم. لا لا اعرفهم. منطقتي مو رادود شلون ما شايفه يعني هيك قصدي. اها اي الله يوفقك ان شاء الله. يلا حبيبي حماده يلا. بالخيمة لا تحجون. زين. وتفز الأحلام عبد الله ما مذبوح من التعب نام اسم الله وعلي الله على هاي والله حلو على يفز نحرة اسم الله وعلي حضرة على يفز نحرة بعد أمه غفى مني العطش تعبان وانا عطشان واعرف نومتي العطشان ما صدق عيوني النحر سالم كان جاهو الذبيح مو حلو ليل رضعان شمس وحتى يموت عبد الله يا ناس وانا ما خلي بالنسمة ينجاس الله يوفقك الله يا محمد حبيبي. انت عبرت مو بصوتي حتى لا يقولون انا ميثم التمار ابن الشعلة وعبد الله لا 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 بس هاي حقيقة اخير واحد يا الله واحساس عالي حمودة حبيبي والله الكريم انت لو تتمكن من ادائك الا تبتش الدنيا يعني انت هسه جاي تقرا بالفطره احساسك طالع وياك بالفطره مو عن مو بحسابات تدري اذا صارت وياك حسابات وتعلمت ايش راح تسوي بالناس الله يوفقك ان شاء الله الله يوفقك كل التوفيق يا محمد صادق تاهلت ويانا للمرحله الثانيه الان المتسابق احمد الشويلي من بغداد الشويلي شيخ ميثم الشويلي لو الشويلي الشويلي بلهجة أهل العمارة أها إيه الشويلي بلهجة بغداد أها إيه
السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حمود سابو أحمد الشوي من بغداد. كل الهلا بك. سهل. شنو وجه الفليحة؟ حبيبي حمالك. الله يوفقك يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. نحبهم فارقونا بالمدامي ودعونا نحبهم فارقونا بالمدامي ودعونا آه يا فارقاهم والله ما ننساهم آه يا فارقاهم والله ما ننساهم ودعونا ودعونا ساعد الله الفاقدين ما حد يحس بيه ساعد الله الفاقدين ما حد يحس بيه العايش بوحده وني ندوح غاطي العايش بوحده وني ندوح غاطي للجريح بقلب محا يسأل عليك زين هاي للجريح بقلب محا يسأل عليك الشوق يم قبور لي حبهم يودي جميل الشوق يم قبور لي حبهم يودي طيب والله انفاسك يا احمد الشوي الي يفراق يذلي زينه ويلي جروح تقلي يا فرقاه احسنت 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 مو احسنت يبكي يبارك فيك ويوفقك وتأهلت ويانا يا أحمد الشويلي أخذ راحتك يا أحمد روح استريح أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله استريح تأهلت ويانا لكن استريح نتمنى إن شاء الله تقنع اللجنة أكثر بالمرحلة الثانية مو تمام؟ أنا أكون ملاحظة كلش مهمة لازم ما نتخطاها إيه تفضل يعني هو ما زال موجود يعني بالقاعة هو بالقاعة يسمعني إيه مرة شخص اتصل علي ألو سلام عليك فعلا ميثم التمار قلت له أياني وياك ميثم التمار قال لا أنت مو ميثم التمار قلت له والله أنا ميثم التمار جاهد شوية قال لا إقرالي يلا أعرفك ميثم التمار أخذ الكاتب عدد صديق شير لا قال إقرالي أستاذ سمير يلا عرفه قلت له شو أقرأ له قال سوي لي هاي إلهي مالتك مال الدعاء فأنا قلت له إلهي قال لي هسه أنت ميثم التمار قلت له ليش؟ قال مو صوتك الطبيعي مو مثل ما تقرأ فشاهد كلامي هنا أحمد الشويلي سمعناه يسوي حلية مثلا بنهاية الأبيات صح واضح يغير من نبرة صوته من بس طبيعة بالمجمل صوته. خام لكن بالمجمل يجي يقرأ وكأنما يتكلم أيه. أنا أريد من يقرأ في حالة وسط يعني لا يقرأ دائما لأن ما توفق هو ما كان ما يصير عنده ارتكاز وهذا يمتاز بها طبعا الأداء في الموسيقى والغناء الغربي واو. اللي يستخدمون هاي النوعية فأنا أتمنى منه البور الدفع بالنفس يتحكم به بالصوت أحسنت وأنا مررت له للأدربي ممكن أحسنت. بالتهذيب يصير أفضل أحسنت شكرا جزيلا الله يحفظك الآن المتسابق ليث الغزي من بغداد ليث الغزي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام قصيدتي للإمام القاسم عليه السلام سلام الله سلام الله شلون أقنع روحي وأقرأ فاتحة واني بعرسك حكيت البارحة
شلون اقنع روحي واقرا الفاتحة واني بعرسك حكيت البارحة بين العريس والشمعة يا وليدي جاب البكي والدمعة يا وليدي بين العريس والشمعة يا وليدي جاب البكي والدمعة يا وليدي واني بعرسك حكيت البارحة يا ابني جنك سبحتي الزهرة الزكية اسم الله قولا منك ظنك بدي أمس حضرت صواني ولهفة بي إلي اش حطيت روح وياي المنية راحتي بغفلة يا غال أحلامي مو فرح صارت بوا جيامي راح الحلم شي رجع يا وليدي يوفقك إن شاء الله جاب البكي والدمع يا وليدي قبل لا تسوي ذني أنا قلت لك مررت لك يعني الله يسلمك كبير بابا تأهلت ويانا يا ليث الله يسلمك الله يوفقك كان متأخر مو شوية بالاستعراض قبل يعني. لا يسويه هنا واضح هو يعني بصوته أنا ما أريد أتجاوز على إخواني هم يعلقون إن شاء الله ويطوب لا شهادة شهادة أستاذ نعم أستاذ علي دلفي ليث أنت من يا محافظة أنا بغداد بغداد أنت إيش تسمع دائما متأثر منه والله أسمع المنشدين يعني الموجودين بالساحة مثل حمزة المحمداوي والشباب اللي موجودين حمزة المحمداوي أيضا كان موجود أنت عندك القدرة أن تأدي صح عندك القدرة مو ما عندك وحاولت أكثر من مرة أنه تمسرح الموضوع زين بس تنقصك الخبرة صح بس أنت عندك هذا الدافع أهنيك إن شاء الله أشوفك على المرحلة القادمة أحلى هو المشكلة أنه مواطن الإبداع اللي يريد يبدع بيهن ينشز بيهن نهايات الأبيات وهذا دليل على قلة الخبرة بالضبط نعم. لو كان يعني أحد خبرة وياك ثانية زين إن شاء الله نسمعك على المرحلة القادمة أفضل إن شاء الله حبيب الله أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا ليث بيبي أتمنى لك كل التوفيق كذلك نعزي الأخ الحبيب حمزة المحمداوي توفى والده قبل أيام يعني قليلة قبل يومين أو ثلاثة الحمد لله لا رحمة الله حمد الله يلهم الله الصبر والسلوان إن شاء الله بقية في حياته بقية في حياته الله يرحم والده إن شاء الله الآن المتسابق محمد فالح العتابي شيخ من بغداد محمد فالح العتابي السلام عليكم عليكم السلام حبيبي ورحمة الله هلا أبو جاسم محمد فالح العتابي من بغداد كل الهلا فيك وسهلا شو محضر قصيدة إمام العباس سلام الله عليك سلام الله سلام الله علي العتابي شلونه والله بخير وحسين الله يسلمك علي العتابي الرادود اخونا الحبيب اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ابو فاضل يا نوري المعالي عال شريعة دفنتك يا غالي يا ابو فاضل يا نوري المعالي عال شريعة دفنتك يا غالي يمك عفي دليلي سامحني يا كفيلي سامحني يا كفيلي
رحت عنك يا الأخو غصبا علي يا كفيل العائلة بالدروب ظلت بس أصفيج بيدي من نصيد للقافلة عالهزيلة خدوركم طلعت سبية حافية أهل المرجلة مالت الدنيا بواد الغاضرية يلتعد للمايلة مين طلعنا ذكرتي الوديعة قلبي عفته يباري الشريعة. الله يوفقك إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق محمد. إن شاء الله طور نفسك زين. محمد فالح العتابي ما قدر يتأهل ويانا للمرحلة الثانية. الآن المتسابق علي المياحي من بغداد. علي المياحي. اهلا علي. اجل كريم. السلام عليكم. السلام. السلام. اضغطها الرصاصية هاي. اضغطها ابني. ايه هيش اضغطها عشت يدك. المتسابق علي المياحي من محافظة بغداد. اهلا ومرحبا بيك. احسنت. عافوني وراحوا كم باكر باكر مش هيمته يريدون وين القبر كانوا عزازي وعلي من الهوى الأمر يخافون مثل الدمع سالوا لو سال عال خد الدمع ما يرد لي عيون مثل الدمع سالوا لو سال عال خد الدمع ما يرد لي عيون يا جروحي ما تطيبي إلا التقي بحبيبي وردة ولقيت ماي وردة ولقيت ماي حالف إذا إجالي حافي ألاقي الغالي بجروحي لي هواي بجروحي لي هواي بس الصدى يرد ليك عليهم من تصيحين يا روحي عاد للمال بعد شامة تموتين دنياه ما تزول مشو عنا العزيزين. طيب الله انفاسك يا علي المياحي. الله يوفقك ان شاء الله واتمنى لك حظ اوفر ان شاء الله. علي ما والله يديم هاي الطله الحلوه حبيبه بحسين اسف جدا ما يرد ما يرد العيون الدمع ما يرد اي غلط هي لو لو ما يرد العيون لو ما ترد العيون انت قريته ما يرد العيون يرد العيون شوي حفظوا حفظوا زين بابا. استاذ علي دلفي. نعم. علي المياحي وكذلك محمد العتاب اللي قبله زين يعني المشاهد مرات هم إلى حق يسمع زين مثلا إلى حق يعترض قصدك العفو يعني يسمع آراء اللجنة يسمع آراء اللجنة يتساءل يعني ملاحظات يعني مهمة لازم مثلا يستفاد منها مثل هاي الطاقات الحلوة. شوف احنا دائما لو تلاحظ اكو اصوات ننطيها قصيدة ثانية او نقول له شنو المقطع اللي دازه على هذا الاساس ليش لان نكتشف نحس اكو شيء عنده ننطيه فرصه ثانيه بس اللي ما ننطيه فرصه ثانيه شي الراد يراد يتمرن مو معناها انتهت الدنيا يعني انت مو ما موهوب اذا ما ضغطنا لك هسه لا بالعكس انت موهوب بس يحتاج لك تمرين بس ان شاء الله عسى انت تجي اذا باقي البرنامج باقي الحياه اكيد راح تجينا افضل من وهي يعني هاي بدايتك ما تعتبر هاي نهايتك هاي بداية مشوارك علي أبو حسين أكون متسابق بالعام
بالمرحلة الأولى طلع، شلون الشباب هسه؟ طلع، اجي هسه بالمرحلة الأولى. بتشانة ذاك اليوم؟ إي بالمرحلة سألنا علي والله بتشانة. صحيح. بتشانة أذانه يعني حد العديد. عدة عزم حياة بابا بكل شيء، كل شيء اكو قاعدة تحكمنا، إما أو. أنت قاعد بالبيت تقول إما أصير أو ما أصير. فإذا قررت تصير شنو اللي راد لهذا الموضوع حتى تصير؟ ابحث عنهن كلهن، كلهن جيبهن لمش. ما حد إجا، ما حد إجا، ما حد إجا. زين ما حد اجى من بدايته اذا ما تاذى بالبدايه وتعب بعدين تعب على نفسه وصار لا لا مو مشاركه لا انت هاي نقطه بدايه اعتبرها تحياتي لك حبيب. شكرا جزيلا. الان المتسابق منتظر الطائي من محافظه بابل. منتظر الطائي يلا اهل بابل اهلا وسهلا. السلام عليكم ابن بابل. حبيبي عليكم السلام. الله يحفظك شيخنا عزيز. الله يسلمك. القصيده يا سيدي مولاي عبد الله الرضيع سلام الله عليه. لطلب الذريه طبعا اقراها ان شاء الله. امين يا رب. بسالكم الدعاء ان شاء الله. رزقنا واياكم ان شاء الله. يعني انت تريد لك ولد؟ ان شاء الله. ان شاء الله يرزقك يا رب. ان شاء الله يا رب وكل المحرومين. الله يحفظك. اهز مهدك يا عبد الله وثاري بالمهد خالي هل تيجي صورك وانا غيلك وحسك قاعد قبالي ايدي للولي الولد يبني افراقك يوم شي يبني هلدي للالي الولد يبني افراقك يوم شي يبني تيجي صورك وانا غيلك انا واحسك قاعد قبالي يا شمعة ضوى سنيني يا بعد امك انا يا من ريت الجره دمي ولا دمك هل سبع فدوى تروحا يا الولد لسمك أنا سبع فدوى تروحا يا الولد لسمك يا عين على المهد يا ابني وشفت السمك. طيب الله انفاسك الله يوفقك الله يا منتظر الطائي. الله يسلمك يا حبيبي واتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك والذريه الصالحه كذلك. الله يحفظك. شكرا جزيلا. شيخ ميثم التمار حبيبي منتظر الطائي. منتظر ربي يحفظك حبيبي يشد خطاك. هذا اللحن انت مسويه؟ تقريبا. نعم تقريبا انت مسويه. يعني شوف منتظر واحده من مقومات اللحن اولا يجب ان يتناسق مع تفعيله الكلمه. اللحن لما تسويه جملة النغمية تتناسق مع الجملة الشعرية وتفعيلات الكلمة وتقطيعاتها. هذا واحد. الثاني يجب أن تحدد الإيقاع في اللحن الرتم شلون تقسم الكلمة بحيث شلون تقسم عفوا الجملة النغمية مع الشعر حتى يصير إيقاع موزون صحيح اللي أنت قريته الآن وكأنه كلام اعتيادي مع كونه موزون شعريا لكنك قطعته بشكل خاطئ. مثلا انت شنو تقول وعاين على المهد يبني وبعد شنو وشفت رسمك وشفت رسمك شلون انت قريتها انت لازم شو تقول الصحيح اي وعاين على المهد يبني وشفت رسمك هذا تفعيله صحيحه والايقاع صح انت شو تقول وعاين على المهد يبني وشفت ما ادري شو ما سويت اهل ويانا جايين نستفاد حبيب احنا جايين نستفاد موفق استاذ علي تاهل والله ليش تاهل استاذ علي خلنا نسمع ليش تاهل والله يعني انا بالنسبه لي وبعدين استاذ علي يعني حسيت ما فشي دفعني الا انه امرر له الله يعني طلبه بالبدايه يا اخي ما تقدر نعم
طلب نعم. طلب مو ما يخلي الولد الصالح ان شاء الله احنا ندعو لك ان شاء الله حبيبي لا تبكي لا اشتذينا حبيبي موفق ان شاء الله تشوفك احسن هذا واجبهم وهم ان شاء الله واقفين هنا لاجل خدمتكم ان شاء الله كل التوفيق لمنتظر الطائة اهل ويانا بعد ما وافقوا الاستاذ علي الدلفي والاستاذ سمير صبيح ونتمنى له كل الحظ ونتمنى له الذريه الصالحه ولكل انسان طالب الذريه بحق محمد وال محمد بحق امين وانت منهم يا عبد الله وحبيبي وانا كذلك ان شاء الله حبيبي الان المتسابق مصطفى الغراوي مصطفى الغراوي حياك الله مصطفى مصطفى بغداد ايضا لوالدك طبعا والده مدرب وبطل العراق وعربيا ايضا محمد عبد الزهره في بالملاكمه اللهم صل على محمد انا اول واحد لا تقول لابوك لا انت صاد وابوك الملاكمه يعني صفاوي شنو هذا الابداع يعني انا بصراحه والله ما سامعني شفت شلون الوالد مهتم بيه الوالد مهتم بيه مصطفى يلا يلا صفاوي يلا حبيبي بابا بابا بالخراب ايه نوموني نوموني والله عن استحقاق وجداره طيبور دنيا قطاي ما شاء الله يا قل لي تعاي عقبك انت الله الله عقبك انت عقبك انت جميل 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 فك لديك وقل لي بابا بلي علي كل دفو بابا لي ابني خطية وانت ضال بلا ابو الله يفك لي عينك يا لوينينك طردليني طردليني الله الله قل لي راجعني قفاي يا هو اللي قليت تعال والله يجيك دا مثل تعال مو هو مو هو لابس جفوف وملتزم بأمر الوقاية يا وقاية زعت شف زعت شف لابو سهيج حبيبي حبيبي صفاوي شو الصوت هذا هو جده مدرب وابوه مدرب شو الصوت هذا خوال اعلاميين بعد هو جاهم صار رادود ما شاء الله عائلة يعني كلها متمكنة شو تقول استاذ سمير اي والله الله يوفقك نشوفك ان شاء الله نشوفك اعلى واعلى واحلى واحلى كل التوفيق يا مصطفى الغراوي وتأهلت ويانا وبجدارة واتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي عباس المتسابق عباس الحيدري من بغداد الان نستمع لعباس الحيدري هلا بسيد عباس اهلا بغداد السلام ورحمة الله إن شاء الله نقرأ إلى أبو الفضل العباس سلام الله عليه سلام الله عليه يعني. الحق مات أبو فضيل الحق ذبح والكافي الحق على النهر ذابي الحق مات ابو فضيل يا حسين حلفك باللبن عن ذكريات احكي له من كنا نرسم كربله ويكيفي ونبكي له يا اخو يريد اطلب طلب من تعتني وتشيله تلقى على وجهه الشميس بعمامتك فيله قلبه بلكي مو هو شوفه بيختم خوه قلبه بلكي مو
هو يا 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 شوفه بيختم خوه براسه ينشي والعايل الحق مات ابو فاضل. شكرا لك يا عباس الحيدري. الله يحفظك. اتمنى لك حظ اوفر ان شاء الله ويديم هذه الطله الجميله. بدي اروح لك. ومشاركتك هي شرف لنا صراحه. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. لكن سياق المسابقه انت تقنع اللجنه ما قنعتهم تماما. بالعكس كنا فايزين. احسنت. عافيه عليك. عافيه عليك. سامحنا سامحنا عباس حبيبي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. الآن المتسابق كرار البهادلي من محافظة البصرة. حياك الله يا كرار. اللجنة الكريمة السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. على كرار. متسابق كرار البهادلي من محافظة البصرة. حياك الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. منين من البصرة كرار؟ من العالية. أهلا وسهلا. العالية اسمها؟ عتبة بن غزوان. ها اهلا وسهلا ومرحبا بك. قصيدتي الى ابي الفضل العباس عليه السلام. الحاج باسم الكربلائي. نعم. بهادلي مو؟ اي بهادلي. اشوفك اهتميت. والنعم. والنعم من البهادلي. دمعي زينب على زنودك جمر ينزل عتب يحمل على وعودك يا ابو الاحساس كلام الناس يا ذيني على الكفي اسئلك وين دليني بعد لك صوت روح هجي السلام يمي الغيور في اخيت حباس قلت له وما قبل يرجع هجى السلام يمي الغيور في زهر الله أخيت عباس قلت له وما قبل يرجع ضحك من شاف حال وشاهد المدمع يقول على النهار شفالك يتقطع ضحك من شاف حال وشاهد المدمع يقول على النهر شفالكي تقطع طيب الله انفاسه احسنت احسنت يا كرار البهادلي وتأهلت ويانا كرار المرحلة الثانية تأهل بس عنده مشكلة بالراء هو يعطش الراء مو الراء اها لا لفظ لا جاي يقولها صح الراء الار عندك مو لا لفظة لفظة لا لفظة صح بس ليش عندي ممكن بالاداء مو لابس اير بيس استاذ عبد الهرب نعم استاذ علي مو لفتورايت ما تسمع استريو اكو ملاحظه عندك لا انا مره اول مره تعرف ليش لانه هو خايف بد مره لا استاذ انا بصراحه لا انت تاهلت تاهلت لكن اسمع ملاحظات بعدين عيته صوت جميل جدا الله يحفظك لان شنو ها لان شنو ارتباك مالك الله انا مشارك بالموسم الاول وهم بسبب الارتباك شو هو ليش انا راح نعطيك اول مره مررت لك حتى ضيع الارتباك قلت لك بعد لك صوت زين اطلب منكم عيسى ها بعد عباره انت لا 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 انت بجداره امكانيتك الصوتيه حلوه الاخفاقات اللي صارت عندك صارت عند كثيرين وكذلك عرفنا امكانياتهم وانطيناهم فرصه اخرى وانت هاي فرصتك مال سنه نعم استاذ من سنه مشتري نعم استاذ علي والله كرار بصراحة الأداء شوية ما كان مقنع 100% صح. بس خلنا صوتك زينة أنا يعني متعمد ما ضغطت كانت هواي عنده متعمد يعني أنا متعمد ليش متعمد حتى أشوفك في المرحلة الثانية غير اللي أشوفك فيها هسه ماشي أشد إن شاء الله شكرا جزيلا كرار البهادلي تأهل ويانا أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرشد العراق الموسم الثالث شكرا لكرم المتابعة شكرا للجنة الحاضرة ويانا
شكرا جدا حبيبي. الله يحفظكم بحق محمد وآلي محمد. كان في إعداد أصوات المتسابقين حسين البغدادي، وفي إدارة التصوير أنمار علي، الفوتوغراف إبراهيم جاسم، وعلى الصوت علاء الموسوي، إدارة الإنتاج عباس الشواك، وفي الإخراج الدكتور الأستاذ حيدر العسكري، وأنا خادمكم في التقديم المنشد علي زورة. انتظرونا في حلقات مقبلة بإذن الله. مع السلامة.